تحت رعاية جلالة الملك المعظم نظمت جمعية هذه هي البحرين المهرجان السنوي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. وافتتح المهرجان الذي أقيم في استاد البحرين الوطني سعادة السيد أسامة بن خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بحضور كبار الشخصيات بما في ذلك سفراء وممثلي 13 سفارة. وقد شمل المهرجان سوقا بحرينيا تقليديا يضم المأكولات والفنون والحرف اليدوية والهدايا التي أنتجتها 75 أسرة منتجة والتي أصبحت نقطة جذب رئيسية على مر السنين، بالإضافة إلى معرض يضم أكشاكا لأكثر من 100 من الشركات والمنظمات غير الحكومية المختلفة بما في ذلك المدارس والنوادي والجمعيات والهيئات الدينية إلى جانب عروض مسرحية وموسيقية. أود أن أشكر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعايته الملكية لحفلنا. فمنذ سنوات ونحن ننظم هذه الفعالية التي نجمع فيها أطيافا مختلفة من مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين ليعبروا عن حبهم للوطن والعائلة المالكة في هذا الاحتفال، فهنا الجميع مجتمع كعائلة واحدة ولا كان يشبه مملكة البحرين الجميلة. اليوم هنا رحلة مع مدرستنا في السود الوطني والفعاليات كانت حلوة ويايبين ألعاب وبيوعة وكانت أفرق وايد حلوة وعجبنا الشيء. طبعا المكان وايد حلو لأنه في كلها أسر منتجة وطبعا في فعاليات وفي هناك أغاني وأيضا بعد في ألعاب حق الأطفال إنه يلعبون. المهرجان اللي مسوينه ما شاء الله منظم وصاير عجيب، في ألعاب واجد وما شاء الله في عدد بعد حليو. نهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطني كل سنة وهي بخير إن شاء الله. الحمد لله طلعنا فعالية إلى سناد البحرين وكان في أشياء كثيرة استمتعنا فيها ومن لعبنا كثير واستأنسنا والحمد لله، وهني مملكة البحرين وهني الملك حمد بهذا العيد المجيد. رئيس جمعية المحفزين البحرينية رياض أحمد المرزوق وأعضاء جمعية المحفزين البحرينية يرفعون أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى حكومة وشعب البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد وجعل الله مملكتنا الغالية في عز وأمان.